اوكي بس اوكي بعد واحده المفروض متى يخلص الحرام؟ صار شو بتحب تسأل هي الدمية؟ لا إلا لهي شو اسم دميتك؟ احنا اليوم بالمسرح الوطني اللبناني وجمعية الفنون عم نقدر نعمل مبادرة انه نجيب اهلنا الاطفال والشباب من المناطق الحدودية نقدر ننسيهم الحرب ونقدر نعمل لهم ورش تدريبية ونشوف موهبهم ننمي قدراتهم. هيدا الضغط النفسي اليوم اللي عم بشوف الاطفال اليوم الفنون بحاجة انها تكون عم تبلسم لهم جراحهم. خروف فعم نقدر من خلال باصل الفن الجوال نجيبهم من المدارس الموجودين فيها نقدر نعمل لهم ورش بالمسرح بالدمى بالحكواتي بالتصوير وشفنا الكثير من المواهب الموجوده عندهم. عم نشوف قديش الحرب قدرت تاثر على ذاكرتهم وعلى مخيلتهم وعم يقدروا يفرغوا هذا الوجع وهذا الغضب من فقدانهم لمنازلهم وظروف الصعبه اللي عم يعيشوها. جايين من منطقة طهيرة نسحين على منطقة برج الشمالة. جينا اليوم نتعلم انه جينا اليوم عملنا أنشطة تعلمنا كتير أشياء مثل انه كيف نصور صرنا كيف نرسم تعلمنا الموسيقى والمسرح وهيك.